كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بيكي اكس تي، واليوم طبعا كثير فيديو صراحة كنتوا عم تسألوني عنه وعشان عامله، يعني كثير ناس كانت عم تطلب اني اعمل هالفيديو بهذا التحديث. اكيد يعني بهذا الايام القليلة الماضية كانوا كثير عم يسألوني انه اسراء كيف ندمج الحيوانات الاليفة بهذا التحديث الجديد، لانه بتعرفوا يعني تحديث جديد وبيقدروا كذا تكون كذا لاعبين ما بتعرف كيف انها تدمج الحيوانات الاليفة. فطبعا يا جماعة اليوم حشرح لكم كل شيء، حتى لو انا ما فيني ندمج لانه ما عندي الحيوانات المطلوبة وكذا، راح احكي لكم عن كل شيء. بس ان شاء الله كذا. او ماي جاد، لا لا لا، ليش كل حيواناتي صاروا بالليفل الواحد؟ اوكي، يعني لازم الحيوانات الثلاثة يكونوا نفس بعض ويكونوا كلياتهم بالليفل ثلاثة، بس يعني يعني خمسة اقصد، بس انا حيواناتي كثير صغار ما بعتني فيهم كثير. فالمهم يا جماعة خليني نبلش هذا الفيديو، بس قبل حتى لايك كمان بالقناة وكمان صندوق الوصف. وبس انا طبعا خلي انه نبلش، ولا تنسوا انه عن جد كثير كثير بحبكم. او ماي جاد، لا 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 لا، لما بتعلق كذا اللعبة قد ضنيت هذا بيت. كنت رح اقول تعالوا نحط لي لايك، خلينا نحط لايك للناس الموجودين هون باللعبة، واحنا يعني بطريقنا للبيت شوب، لانه بتعرفوا البيت شوب هو المكان اللي يعني محل الحيوانات الاليفة، هو المكان اللي عم ندمج فيه الحيوانات الاليفة بعد التحديث. طبعا مثلا يونيكورن ليكو، اذا دمجنا هدول الثلاثة رح يعطينا هذا اليونيكورن، وفي كمان اشكال تانية انتم بتختاروا على ايش بدكم تحصلوا، على يونيكورن كذا ملون، على يونيكورن كذا، يعني في اشكال مو بس هذا. فراح اشرح لكم طبعا كل شيء، وعلى فكره حطوا لايك ما تنسوا اوكي. وهلا خلينا نروح على البيت شوب، بدي اروح بالدراجة تبعي مشان هيك دراجتي اوكي، هي دراجتي، فخلينا نروح فيها على البيت شوب ونودي كمان معنا هاي البنت اللي اسمها اي 5 جوهو جوهيو. اوكي جوهيو كذا، افوت على البيت شوب. اوكي يلا نروح. انا كثير بتعلق. اوكي خلينا نفوت على البيت شوب. او ماي جاد مش راضي. اوكي خلينا نفوت. طبعا يا جماعة اول شيء بهذا التحديث زي ما بتعرفوا انه فينا ندمج، انه اقصد انفتحت يعني بوابة جديدة اللي هي هادي، وبهالبوابة كثير ناس ما فهمت ابدا شو هدول الاشياء الموجودة. كمان اختي دانا لما فاتت كذا اول ما رجعت قلت لي شو هدول، وات ايش هاد، ما فهمت ايش هذا. اعتقد هاي البنت اول مرة بتشوفها كذا عم تحاول انها تكتشف هذا المكان. شوفوا انها منصدمة. واو معقول تكون هاي اول مرة بتعرفها؟ اوكي او ماي جاد، لا تنصدمي لا تنصدمي، هذا هو بيكيكس كثير كثير اذكياء كذا. اي اوه ماي جاد اوه ماي جاد، قاعدة متعصب علي، بعدين خلص كذا تجاهلتني وبتقول انه كذا بدها تتفرج يعني كذا على هدول، وبتقول اوه اوه اوه. فانا كذا حضحك مع هاي، حضحك لإلها ابتسم. او ماي جاد متعصب علي، او ماي جاد راحت والله. المهم عادي ما في مشكلة. بهاي البوابة كان بتروح روبوتات، بيكونوا روبوتات بالمحل حق العالم هو اللي سوى لنا هذا التحديث. اوكي او ماي جاد انا اطول منه، ياي شوفوا انا اطول من العالم تبع بيكا اكس تي. المهم طبعا هلا يا جماعة رح اقولكم عن هذا المختبر هذا. فايش هدول يا جماعة؟ كل هدول الديكوريات اللي هون كلياتهم مالهم ولا فائدة الا مكانين، اللي هو هذا وهذا، هذا اللي عم نحكي معه. طبعا بيشرح لنا تقريبا هو كل شيء، يعني لما بتجون اول مرة فبيقولكم ايش صاير. وطبعا نحتاجه، والوحيد اللي نحتاجه ونشتغل فيه مشان أليفة هو هذا، هو هذا. اوكي او ماي جاد ما مزبوط، خل شوف شو قال. او ماي جاد، لا لا بتعلق، لا بعلقت، ما فيني حتى اني اقرا شو بيقول. اوكي بتعرفوا ايش، خلص رح فوت بس على برايفت سيرفر عشان انه خل شوف مين الناس اللي اونلاين. انا بروح فوت على برايفت وورلد عشان انه
يزبط معنا، لأنها ما عم يزبط أبدا معنا إنه ندمج الحيوانات الأليفة. يعني إذا أنتوا كمان صار معكم هيك إشي، اطلعوا من اللعبة وأرجعوا فوتوا مرة ثانية وراح يزبط معكم. وطبعا بالنسبة لدمج الحيوانات الأليفة زي ما قلت لكم قبل، إنه لازم يكون 3 حيوانات أليفة لازم تكون كبيرة بالليفل 5، يعني لازم تكونوا اعتنيتوا فيهم. إذا ما بتعرفوا كيف توصلوا حيوان تبعكم الأليف لليفل 5، ففيكم تروحوا تشوفوا فيديو بقناتي كنت عملته، اكتبوا إسراء جيمر PKXT تكبير الحيوان زي كذا، فراح يطلع لكم يا جماعة أول فيديو وتفرجوا عليه. وكنت عملت لكم يعني متذكري عملت لكم تقريبا فيديو فيهم، هو اللي كان يعني كثير كثير واضح وحكيت فيه عن بيت الحيوان اللي ويصير كبير ونعتنا. هلا طبعا خلينا نبلش نروح ندمج الحيوانات، حتى لو ما عندنا حيوانات مشان تندمج، بس لازم نشرح لكم انتوا اذا كان معكم ليكو زي كذا. لازم يكونوا كذا عندكم مثلا كلب، مثلا 3 كلاب يكونوا كبار كذا بالليفل 5، شفتوا؟ فهلا طبعا تاني خطوة بتفوتوا على البيت شوب وانتوا معكم هدول 3 حيوانات من اي نوع، سواء كانوا طيور كانوا اي شيء. او ماي جاد، لا طلعت من محل كذا بالغلط. اوكي خلينا نعيد كمان نفوت. او ام جي، او يس اخيرا. هلا طبعا نفوت هون جوا نفوت. اوكي او يعني شاحنة الحيوانات الاليفة. اوكي لا مو شاحنة، يعني هو شحن مو شاحنة. فهلا طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم لازم يكون عندكم 3 حيوانات اليفة وكمان شحن تبع الحيوانات الاليفة. طبعا الشحن هو على شكل بطارية، اوكي يعني بطارية او شحن هو هذا. اوكي فبطارية طبعا فيكم تشتروه من هون، شوفوا فيكم تشتروه من هون. وطبعا اول ما بتفوتوا على البيت شوب بيعطيكم 3 من هدول، وكمان هذا انتوا اللي بتشتروه. اوكي طبعا انا شريته هذا. اوكي فا اوكي وهون طبعا لما بتفوتوا هون وبيكون معكم هدول البطارية، فبتفوتوا على البطارية اللي انتوا بدكم اياها. طبعا هاي عادي يعني بتدمج لكم الحيوانات اللي في كثير عادي، بس هاي سوبر باتري يعني يعني هدول يعني هذا المكان هالبطارية العادية بتدمج لكم الحيوانات بشكل عادي، يعني كلب زائد كلب زائد كلب بعطيكم كلب كبير كذا شكله كثير عادي، بس هذا بالسوبر باتري يعني طاقة البطارية سوبر سوبر. فبعطوكم مجموعة حيوانات، يعني انتم بتختاروا شو الحيوانات، يعني هدول 3 حيوانات اللي ما رح تدمجوهم كيف بدكم ياهم يصير، يعني رح يصير حيوان أليف واحد بس تقريبا هيك بيعطوكم تقريبا 3 خيارات تبع حيوانات أليفة، انتم بتختاروا شو الحيوان بدكم تحصلوا عليه ناتج هدول 3 اللي دمجتوهم. طبعا انا ما عندي 3 حيوانات أليفة مشان هيك طلع لي بس هدول 3 اللي هن اصلا مش من نفس النوع، فما رح تزبط معي. وطبعا هاي هون طبعا بشرح لكم كيف تستخدمون هدول، يعني ويكليك يعني من وين بدكم تحصلوا عليهم. اوكي فيكم طبعا تشتروه من سيانتس وصو كل البطاريات، فسيانتس بيعطيكم ميزة انكم فيكم تشتروا واحد زي ما انا شريتها شريتهم بدون افاده. وكمان فيكم تحصلوا عليه from weekly quests، يعني هون اذا بتروحيكم لا حتى لو ما بيعطيكم هذا اللي قالوا هنيك، تخيلوا الكرو بس عم يكذب والله لا لا مستحيل. اوكي اعتقد لما رح يخلص هذا الاسبوع رح يضيفون ال مش اسمه رح يضيفون البطارية، لأن يا جماعة هذا التحديث نزل بهذا الأسبوع يعني لازم نستنى أسبوع ثاني مشان تزبط. وطبعا أكثر حيوانات أليفة أنا بعرفهم واللي كثير ناس إني دمجتهم مع بعض هني يعني الكلاب والقطوات وكمان اليونيكورنز. الصراحة كثير كذا يعني المتابعين مو بس متابعين حتى من انهم يعني دمجوا الحيوانات الأليفة وايش طلع لهم بيكون اشي كثير 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 خرافي. صراحة جد كثير حبيت هذا التحديث وانا ما رح تخاف رح اعتني بحيوانات الأليفة. طبعا عندي 3 يونيكورنز ايوه عندي بس ما بقدر اتخلى عن جيكو. اوه ماي جاد بس ترى اذا لا خلص جايز شو رايكم يا جماعه ادمج جيكو مع يونيكورنز ثانيين مع هذا، وكمان عندي يونيكورن ثاني. او ماي جاد اعتقد بعته انه عندي. او ماي جاد شوفوا عندي 3 من هدول، بس لازم يكونوا كثير كبار ويكونوا بالليفل 5. واذا لاحظتوا يا جماعه انه بهذا المكان
بهذا المكان طلعوا لي بس 3 حيوانات أليفة، لكنهم طبعا من أنواع مختلفة. طبعا هدول 3 الحيوانات الأليفة هن الحيوانات 3 الوحيدين اللي واصلين للليفل 5. شفتوا الحظ؟ أعرفكم بهذول الحيوانات الأليفة. أكيد هدول هن أكثر حيوانات 3 أليفين مشهورين بالقناة. كل متابعيني أكيد بيعرفوا جيكو، كيكو، هابي، صح؟ طبعا هابي هو أول حيوان أليف حصلت عليه بلعبة بيكيكس دي، هو أفضل حيوان أليف عندي لأنه هو أول يونيكورن حصلت عليه، وبعد كثير يعني مشاكل وكذا مش أحصل عليه ومحاولات. وكيكو كمان هو أول حيوان نادر أحصل عليه بالتحديد، يعني من البيضة الأولى حصلت عليه، وكنت عن جد بتمنى أن أحصل عليه. فهذا حيوان عن جد كثير بعتبره مميز وكثير كيوت صراحة وجهه وكذا. على فكرة إذا لاحظتوا لما عم بكبس مثل على الكلب، شوفوا هون عم يطلع على الجهة اليسار تبع هذا، شفتوا المكان اللي عم يندمجوا فيه الحيوانات الأليفة؟ شفتوا يعني إذا يجمعوا حطيتوا هون الحيوان الأليف الثاني الأول وهون الثاني وهون الثالث، فهون رح يطلع معكم التالت وخلص بيعمل بوم، بيندمجوا ثلاثتهم وبصيروا حيوان أليف واحد. أوكي. وطبعا بنصحكم انكم تستخدموا بس البطارية العادية لانه ما في فرق، هديك بتعطيك بس حظ، بس حظ يعني. فقولوا لي يا جماعة فكرة اذا بدكم ادمج يونيكورن. عرفوا ايش؟ خلص عرفت طلعت من هدول تبع الكندي يونيكورن. بس كل بس المشكلة انه ولا حدا فيهم كبير، يعني كلياتهم واحد واحد واحد، يعني لازم اعطيني فيهم كلهم. فرح اسميهم هلا اسم، رح سمي هذا 1 والتاني 2 والتاني 3 مشان اتذكرهم و you know كذا 1 ولا لازم اني اسمي هذا 2 مشان اتذكرهم. على فكرة بالاخير لما حدمجهم رح يصير اسم تاني. لا او ماي جاد، لا بعته بالغلط ترى. او ماي جاد خلاص عادي، هلا صاروا ما عندي 3 وبس. اوكي 1 اوكي، هذا نيم ان هاشتاج وهذا سالي. اوكي صاروا عندي 3. يوي كثير متحمسه مشان ابيعهم، او فيني كمان اني ابيع هدول او ادمج هدول 3 اللي هن هدول يتي. او ماي جاد ما بعرف صراحه شو بدي ادمج. على فكره اول شيء اول خطوه الاولى لازم اعتني فيهم، فهلا رح اطلع هذا. اوكي هذا تبع سالي لانه قرب يوصل لخمسة. لما اخلص هذا كمان رح اعطيني بالتاني وكذا. فقولوا لي انتم شو الحيوان اللي بدكم اني ادمجهم. وبس طبعا هيك رح نخلص هالفيديو، لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حتى لايك للفيديو. بس باي.